السلام عليكم. اليوم درسنا راح يكون درس قصير جدا، هو عن كيفية استيراد الصور من خارج السيتك. نحتاج جدا بالمشاريع، أي مشروع نحتاج لرموز أو نحتاج لصور لحتى تحاكي الآلة أو تحاكي المعمل أو تحاكي الشيء اللي قام نتحكم فيه. فمثلا في معمل تعبئة غاز، أو في شغلات ثانية مثلا إنه نحتاج لشيء يرمز لنا عن الرطوبة، حساس رطوبة أو ما شابه. فما في بالمكتبة تبع السيتكس ما في رموز شاملة أو لكل المواضيع، فنحتاج لشيء اسمه استيراد أو امبورت من خارج السيتكس. طبعا المواصفات خاصة فيه لكل صورة. راح نشوف شلون في مشروع أول اشتغلناه. راح نشوف شلون الصورة راح تكون. هاي مثلا صورة جرة الغاز، هذا مشروع قديم أول اشتغلناه. مشروع صورة جرة الغاز هاي موجودة صارت ضمن المكتبة، راح نشوفها. أو نفتح البروبرتيز نلاقيها هون، شايف سمبل موجود، 3 صور ضفناها من قبل موجودة من مكتبة الجلوبال. طبعا صورتين من نوعيتين مختلفات. النوعية الأولى تملك باك جراوند اللي هي خلفية بيضاء، وهذا الشيء ما راح يفيدنا جدا إلا إذا كانت خلفية المشروع بيضاء، شايفين. والصورة الثانية اللي هي شفافة. موضوع الصور الشفافة عن طريق الفوتوشوب أو أي برنامج رسم، والأكثرية عن طريق الفوتوشوب. فيك تشيل الخلفية وتحفظ الصورة كأنها، تشيل الخلفية بنوب كأنها بس الرمز بدون أي خلفية وراه. طبعا تحفظها بصيغة بي ان جي. راح نشوف شلون بدنا نستورد الصور من خارج السيتكس. لنضيف أي صورة من خارج السيتكس، أول شي نضيف رمز. الرمز هذا نعطيه سيت، نعطيه من القائمة هاي، نعطيه نيو. راح يفتح لنا شيء للإيديت أو ضمن مكتبة أو ضمن قسم الجلوبال، فنعطيه امبورت. نختار الصورة اللي بدنا إياها بغض النظر عن الصورة. طبعا هاي الصورة عادية، فينا ناخذ صور بي ان جي. طبعا الصور البي ان جي أهم شيء، صور الام بي البي ان جي موجودة ضمن هون. هاي بدون خلفية بتجي أغلب الوقت لأنها خاصة بالإنترنت، مشان الخلفيات عشان تتوحد الصفحة كاملة. فبنختار صورة عن طريق الفوتوشوب، ناخذ أي رمز من عن طريق جوجل أو أي شيء، ونحول الصورة للبي إن جي، ومن ثم من البي إن جي نحطها ونستوردها من هون. بعد ما استوردناها أعطيه بس حفظ ضمن الجلوبال أي بدك إياه، مثلا نكتب أنو فوتو، هاي فوتو حفظناها. هلا نسكر هاي، نعطيه سيت، نفوت على الجلوبال. هاي الصورة مثل ما شفناها صارت رمز. اوكي، طبعا فينا نغيرها مثل ما بدنا ونشيلها ونحطها على راحتنا. هذا درسنا اليوم، وان شاء الله نلقاكم بدروس اخرى. السلام عليكم.